السلام عليكم، نور الدين برين، مدير جهوي للبيئة بجهة مراكش أسفي. هذا اللقاء المبارك كيتعلق طبعا بأيام أبواب مفتوحة اللي كتنظمها الوكالة المستقلة للماء والكهرباء غادمة بمراكش، وكتعلق بالتحسيس حول يعني الاقتصاد في الماء، يعني ضرورة الاقتصاد في الماء نظرا للظروف اللي كيعرفها المغرب ولا سيما جهة مراكش أسفي فيما يخص يعني شح الأمطار ويعني التواضع يعني الإمكانيات المائية اللي كاينة في السدود ديال الجهة. هذا اللقاء طبعا حضروه ممثلين عن تقريبا جميع القطاعات حكومية وجماعات وأيضا قطاع خاص، والعملية تهم كيف ما سبق قلنا ضرورة يعني الاقتصاد في الماء، ولعل أهم يعني الضوابط اللي خصنا جميعا نمتثلوا لها وهي يعني أناغيتي ديال السيد الولي اللي صدر مؤخرا في هذا الاتجاه، ويدعو الجميع اللي بور سابروبريي دي تكنيك يعني تقنيات اللي هي مقتصدة في الماء، وأيضا يعني الاقتصاد في الماء على جميع في جميع القطاعات اللي كتستهلك الماء بما فيها يعني الماء الصالح للشرب، القطاع السياحي، الفلاحي إلى غير ذلك. وتنظن أن كاين يعني واحد الحس وطني عالي فيما يخص يعني تبني هذه المسألة المتعلقة بالاقتصاد بالماء، وحنا كمديرية جهوية للبيئة ومن يعني كتمثيلية لقطاع التنمية المستدامة، احنا منخرطين طبعا منخرطين بقوة في هذا التوجه المتعلق بالاقتصاد في الماء، ولنا يعني مجموعة مشاريع التي تصب في هذا الاتجاه، ولربما لا يسع الوقت لذكر كل هذا. والسلام عليكم.